ما طلبت على المدى نشكره. يا حموالدي بس معايا؟ لا. قال لي ما عنديش. قال لي سناء. قال لي كجيت عندي مش بوقف لي الدولة توفر لي باش نجاك حل باش تسكن وتسكن وانت بتبارك. يا حموالدي عمل مجهودي معايا نشكر فضل السيد جماعة مدى الميدا هذا يفضل لي ما يفنى العجل ونشكر فضل سوف السفر في نابي. يا حموالدي ان شاء الله نداي يسلل هذا ما يوقف معايا. يقول انت المرض متاعك خطير. مرضي خطير ونعاني نعاني في مرض خلينا مش شكر عايشة يا سناء على خاطر احنا نحبوا نفهم شنو الحالة الحالة الاجتماعية اللي انت تعيشها اللي أديت بيك انك تبكي وتدخل اني نقوم عاش فيا ما عادش فيا اتصلت نمشي لصالح هذيت كل يوم يوميا 20,000 ولكن ما تشدي تشدي هكا وبي الصحة على وجه قلبي مش فيك مش قلت يا ريا برا مش استنى استنى انا عادي ورقم حشك في الحام ورقم في الجريش ونعاني في ذو الصغار نعيش في بيت بركة مع عائلتي طلعت لي السيدة لكن السيدة ما قالش ما قالش قال اتصلت معناتها بشكون الأصل هذا احنا ما عندناش حتى هذا ما عندوش سبحان الله نطلب منكم أكثر أكثر يسجلوا الزراعية مش عندي فيها أنا ما يهمنيش أنا مقبول الصغار اللي مقهورين بعض الصغار أمينة ومحمد مقهورين أمينة ومحمد اللي مشيوا للمدرسة والحالة الاجتماعية الحالة الاجتماعية في كل شيء في كل شيء في لبسه في نظافته ما همش بنتي بقى قلت ما شفتش المكتب قولها صحابها يقولها مسخن ما تحكيش معنا في حاجات ما عدا حالتي وصلت حتى تحب نتصل بسيد شؤون وزير شؤون اجتماعية باش يشوف لي حالي ما جبتش حتى حال ما نجبتش ما تنتوصل اليوم سناء تقول انت ما تتسكرت جميع الطرق تحب المندوبية معناتها الجهوية للصحة او المستشفى معناتها الجامعي طاهر العموري يكون عندك ولو حتى دعم معناتها امور الدوسي نتاعك انها كيف تتقدم لصالح عزيز تكون مسهلة نكون مسهلة وتشوفوا لي حل اكثرية انا مرضي ما نجيش نصح حتى لصغاري كي نخزر لصغاري ام مرضي كي نخزر لصغاري مرم دير كاكا بنتي توصل حتى ما عارفش كيفاش ما عارفش عندي كلام باش نتكلم بنتي ماهاش ماها ذوما صغار محرومين تقولش عليهم ماهوش توانسه صدقت تقولش عليهم ماهوش بلاد تونس محرومين تقول لي بنتي يما يزيني من لبسه الطلبه يزيني من لبسه الطلبه عيد طفت الناس الناس عيد انا اصلي قدامك 4 أيام في السبيطار او عندي الدم حولي في الدم يعني 5 دم ما لقيتش حتى حد باش راسي ندوخ صححت على روحي باش نخرج لصغاري ما لقيتش حتى حد رد العائلة ماهيش عائلة معزة أمي عندها ظهرها يوجع فيها ما لقيتش دوي تقولي صح أنت بركة صحة أنا أنت اللي دايرة بركة وأنا تمنيت هكا توصل من نهار نوصل هكا اللي كنت منصب باش نحكيك حتى ما لقيتش حتى صلاتك نوصل هكا باش نحكيك ما لقيتش كاش نعرف الفقير اللي ما عندوش الدواء اليوم للسرطان وغيره وغيره يقعد يستنى يقعد يستنى عندكش جوابك نعم تتسقف في طريق الامور ما عندكش جوابك نام ما تغض الكلام انت انسانه ما عندكش لا موارد لا حتى شيء ماكش تخدم قبل من الفلاحه مهما يكون حتى الفلاح من امي ما قريتش انا صغاري يطلب علي